خط احمر ليه عدي منه هيتدحور العب مان تو مان ما ترحموش الزق فيه ما تعديهوش حطه في ظهرك ما تسيبوش لو جت كره عاليه اقطعها بلوك 18 طلعها عند الجون طوعها فعلا الدفاع خط احمر عايزين اللي يقرب يتوتر لو علينا مرتده صفر وزوم لو قدامه ساعه خبط وقوم لو عدى بالبركه زعق هطول مع بعض نحقق احلامنا لا مش كفايه السبعه لازم ناخد الثامنه الكره في ملعبنا